السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر إسلام منصور على قناتكم بيزا فيرست. خليك الأول. إجابة امتحان محافظة الفيوم مادة الدراسات الاجتماعية، أمام خريطة صماء للعالم. واحد، دي دولة البرازيل. اتنين، أولى الدول انتاج المعدن البوكسايت هي استراليا. تلاتة، القارة الأولى في انتاج الطاقة النووية قارة أوروبا. أربعة، دولة بها مركز صناعة حديث دولة جنوب أفريقيا. به اختر. تحتل المركز الاول في انتاج البترول السعودية. اتنين، تأتي المرتبة الاولى في انتاج الذرة عالميا امريكا الشمالية. تلاتة، اكبر الدول المنتجة البنجر السكر في افريقيا هي مصر. اربعة، العمود الفقري الاقتصادي الالماني هي الصناعة. ما الصناعات القائمة على كل من القطن؟ القطن يدخل في صناعة اجود انواع الخيوط المنسوجات ويدخل في صناعة الزيوت والاعلاف. أما المطاط الطبيعي يدخل في صناعة إطارات السيارات. السؤال الثاني، أكتب ما تشير إليه العبارات. استخراج المعادن، ده النشاط التعديني. اتنين، زراعة الأرض أكثر من مرة في العام الواحد، دي الزراعة الكثيفة. تلاتة، مصدر للطاقة ينتج من الشلالات، الطاقة الكهرومائية. أربعة، المصدر الرئيسي للحوم هي الأبقار. به أكمل. يستخرج القصدير من هضبة جوس في نيجيريا. يسود المناخ المعتدل الرطب في أقصى جنوب شرق البرازيل. ثلاثة، ينتشر الرعي البدائي في المناطق الصحراوية. أربعة، تحتل نقط المركز الأول في الأسماك هي الصين. جيم، دلل على صحة العبارة. وجود علاقات ثقافية وعلمية بين مصر وألمانيا. هقول له حيث يوجد هيئة التبادل العلمي الألماني، وكما يوجد المركز الثقافة الألماني والجامعة الألمانية في القاهرة ومعهد الأثار الألماني. ثانيا، التاريخ. صوب ما تحته خط. دعا الرئيس الأمريكي ويلسون لكامب ديفيد. أقول له الرئيس الأمريكي كارتر. الإجابة كارتر. عين الرئيس السادات وزيرة للشؤون الاجتماعية عائشة راتب بدل هدى شعراوي، تكتب عائشة راتب. أقامت الولايات المتحدة الأمريكية جسرا جويا لتقديم المساعدات لإسرائيل أثناء حرب أكتوبر. أربعة، ساهمت منظمة إيه في إنقاذ معبد أبو سمبل؟ منظمة اليونسكو. به، لمن تنسب الأعمال؟ رئيس أركان القوات المسلحة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة واستشهد في حرب الاستنزاف عبد المنعم رياض. اتنين، رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور. تلاتة، شغل منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة محمد عبد الغني الجمسي. أربعة، أنشأ مجلس شورى النواب الخديوي إسماعيل. جيم، ما النتائج المترتبة على تحقيق السلام وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بالنسبة للسياحة والدخل؟ بالنسبة للسياحة، تنشيط حركة السياحة وزيادة أعداد السائحين وزيادة الدخل القومي. اتنين، قرار التحكيم الدولي في سبتمبر 1988. هقول حكمت محكمة العدل الدولية حكمها لصالح مصر وعادت طابة للسيادة المصرية في عهد الرئيس حسني مبارك عام 1989. السؤال الرابع، أكمل العبارات. عقد مؤتمر مدريد للسلام سنة 1991 في أسبانيا. اتنين، يوجد مقر الأمانة العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. أذاع محمد أنور السادات البيان الأول للثورة. أربعة، شكل المجتمع المصري بكل فئاته معرفة باللجان الشعبية. به، بما تفسر إغلاق مصر خليج العقبة إحكاما للحصار الاقتصادي الذي يفرضه العرب على إسرائيل؟ اتنين، يعد مجلس الأمن أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة لأنه مسؤول عن حفظ الأمن والسلام الدولي وله سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء. جيم، ماذا يحدث إذا لم تصدر بريطانيا تصريح بلفور؟ لم تساعد بريطانيا إنشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، ولم تسمح بهجرة أعداد كبيرة من اليهود إلى أرض فلسطين.